شكل موضوع دور البرلمانيين في تعزيز الاستثمارات المسؤولة في الزراعة من أجل الانتقال نحو أنظمة غذائية أكثر استدامة في إفريقيا شكل محور ندوة افتراضية بمجلس المستشارين. خليفة رئيس المجلس المكلف بالشؤون الإفريقية أكد في مداخلة خلال هذه الندوة أن هذا الاجتماع من شأنه الرفع من درجة اليقظة والرصد والتعبئة وطرح الحلول والمبادرات لمواجهة التحديات والقضايا المصيرية التي تواجهها القارة الإفريقية. هذا اللقاء اللي غادي يدور بين المنظمة العالمية الإفريقية وبرلمان إفريقيا، الهدف منه هي القول وسائل لتحسين ظروف الأمن الصحي في العالم، وبالأخص بعد هاد الوباء اللي تسلط على العالم، واللي شعل بأنه هاد السنة المقبلة تكون اقتصاديا جد صعبة. السيد الصويري أشار إلى أن هذه المؤشرات تكشف حجم التحديات غير المسبوقة والمطروحة على الأجندة الاقتصادية والاجتماعية العالمية، خاصة فيما يتعلق بآليات التعافي وإعادة التنشيط الاقتصادي وتقوية الاستثمارات، ولا سيما المرتبطة بتحسين النظم الغذائية.